في أحياء بغداد الفقيرة ثمة أسرة مكونة من 3 أيتام وأم تقطن بمنطقة حي النصر. أجمل ما في هذه العائلة الرسام الصغير سجاد ابن 12 عاما. رغم الظروف القاسية استهواه فن الرسم منذ صغره، لكن حادثة وفاة والده أبقته جليس غرفته المعتمة وهو يحاول أن يخرج من عنق ظلامها بريشته. هوايتي بديت أرسم أتطور شوية، بس من لاحظت إحنا أبوي مات الله يرحمه، ما صارت عندنا إمكانية نشتري بها الغراض الرسم. يعني من أطلب الشغلة ما حد يقدر يدبر لي إياها، ما حد يقدر يجيبها. ومن تطورت شوية رسمت ما وقفت عن حلمي، هذا حلمي ما وقفت عنه. بديت أرسم، أجدت هاي العالم الطيبة، ظليت أنشر على الفيسبوك، أجدت هاي العالم الطيبة شافت رسماتي ظلوا يتبرعوا لي، من سلطان يتيم وهاي يتبرعوا لي ظلوا. وكأن لوحات سجاد تتحدث عن كم البؤس والحزن الذي يعيشه بعد أن فقد المعيل. ومن أرسم شغلة يعني هسه لوحات جاي يشوفون أنت كلها عبارة عن حزن، لأن عشت حياتي كلها حزن. من أرسم رسمة أرسمها وأكو غراض، يعني أكو شغلات من رسم أحتاجها، من أحتاجها ما ألقاها، ما ألقاها يعني قلبي يظل يوجعني. هو الآن لا يستطيع أن يوفر احتياجات الرسم البسيطة التي تعينه على تنمية موهبته، لا سيما مع غياب الدعم الحكومي لهذه الشريحة. هو ابن عم عنده موهبة وأنا ما أقدر، يعني ما عنده إمكانية أدبر له الأشياء اللي يريدها، يعني هواي أشياء ناقصته وأنا ما أقدر أدبرها إليه. يعني هواي أشياء مثلا مالات الرسم يعني غاليات ما أقدر أشتريهن إليه، هو عندي يعني موهبته يعني كل الزين. موهبة سجاد تستحق الرعاية والتبني، ويخشى عليها من الاندثار كما اندثرت مواهب كثير من النوابغ العراقيين الذين ظلوا طي الكتمان بسبب الإهمال الحكومي.